توجهت قافلة جامعة قناة السويس التنموية إلى وحدة طوسن الصحية التابعة لقرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأعلنت الجامعة استمرارها في تقديم الدعم الكامل للقرى في إطار المبادرة، وقامت بتوقيع الكشف والعلاج بالمجان على 505 مواطنين بالقرية. الحمد لله، النهارده دلوقتي كل اسبوع قافلة طبية بتجوب أنحاء محافظة الإسماعيلية. احنا بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على امدادنا بالقوافل الطبية، وبنشكر جامعة قناة السويس برئيسها الدكتور ناصر منظور على امداد المحافظة بكم كبير من القوافل داخل المحافظة الإسماعيلية، وكم علاج بتصرف مجانا للمواطنين. والحمد لله برضو بعض الحالات اللي بتبقى مستعصية محتاجة عمليات بنحولها للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية، وبعض العمليات بتتحول للمستشفى العام الأميري بالإسماعيلية. النهاردة الجامعة جاية بعشر تخصصات بشري، جميع التخصصات: العظام، البطنة، المسالك، الرمد، الأنف والأذن. طبعا بالإضافة إلى أن احنا بنتم صرف الدواء لجميع الحالات مجانا، أي حالة بتحتاج أن تتحول للمستشفى لاستمرار العلاج فيها واستكمال العلاج بنحولها على المستشفى الجامعي باستكمال أشعة، استكمال تحاليل بناء على تعليمات الدكتور رئيس الجامعة. الاهتمام بالحالات اللي هي بتحتاج الرعاية الكاملة داخل المستشفى.